فضل من الله تبارك وتعالى تم تحرير بلدة مسرابة من تنظيم عصابة البغدادي الخوارج كلاب أهل النار على أيدي المجاهدين الأبطال من جيش الإسلام بالتعاون مع فيلق الرحمن والاتحاد الإسلامي وأحرار الشام. وبلدة مسرابة الآن هي آمنة للمدنيين، تم تطهيرها من الخوارج، ونلاحق فلولهم الآن على أطراف المزارع، على أطراف بلدة مسرابة بفضل من الله تبارك وتعالى، وسنبيدهم بإذن الله عز وجل حتى آخر رجل منهم في الغوطة الشرقية وفي سوريا إن شاء الله.